شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، كما منح الرئيس السيسي أوائل الخريجين نوطة الامتياز من الطبقة الثانية، وقدم الرئيس السيسي التحية والتهنئة لأسر وخريجي أكاديمية الشرطة، مطالبا الخريجين بالعمل الجاد والمخلص من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن. وقال الرئيس السيسي إن الدولة المصرية تنتهج سياسة متوازنة وموضوعية في ظل تصاعد التوترات والاضطرابات في المنطقة، مؤكدا أن تماسك ووحدة المصريين هو ضمانة أمن واستقرار الوطن. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية السكن لكل المصريين بحضور وزير المالية أحمد كوجك والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد. ومن جانبه أكد مدبولي أن مبادرة سكن لكل المصريين تعد من أهم المبادرات، خاصة للشريحة محدود الدخل، ولذا تعمل الدولة على والحفاظ عليها، مكلفا بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات سواء لشريحة محدود الدخل أو متوسط الدخل. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الوزارة تمد يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة وتوفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم في تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. جاء ذلك خلال جلسات الاستماع الضريبي ولقائه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات. استعرضت وزيرة التنمية المحلية منال عوض تقريرا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك منذ انطلاقه عام 2015 وحتى سبتمبر الحالي، وأكدت الوزارة أن المشروع ساهم في تمويل 213.5 من 10,000 مشروع بقروض قدرت ب 29.3 من 10 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,444,000 فرصة عمل في جميع المحافظات. شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، حيث أكد الوزير أن المنح الدراسية أداة حيوية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق طموحات الطلاب أكاديمياً ومهنياً. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ بشأن التصعيد والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان خلال 24 ساعة الماضية، ودعا لتجنيب المنطقة مخاطر حرب شاملة، وحث غوتيريش الأطراف على إعادة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل والعودة فورا إلى وقف الأعمال العدائية، مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين هناك. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن أعداد النازحين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق عدة من لبنان قد تصل إلى 1,000,000 شخص، مضيفا أن النزوح الحالي هو الأكبر في تاريخ لبنان، وأن هناك أكثر من 700 مركز لإيواء النازحين، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تلبية حاجات النازحين ضمن الإمكانيات المحدودة التي لديها.